مقطع اليوم هو من سينماتيك يونيفرس او يعني الكوميك او اليونيفرس او عالم اللي هو دي سي، واللي من زمان ما تكلمت عنه، ويعني كثير منكم اللي موجودين هنا يعني عارفيني عشان هذا النوع من المقاطع، فقلت ليش ما اسوي المقطع اليوم عنه. سابقا قد تكلمت عن 10 اشياء سواها جوكر الهارلي كوين، يعني كانت مرة بشعة، ولكن اليوم راح اتكلم عن هارلي كوين نفسها، وراح اقول اكثر اشياء يعني بشعة او اشياء مجنونة سوتها هارلي كوين في كل عوالم دي سي او اعمالهم. قبل ما نبدأ لا تنسون الاشتراك، نوصل 100,000 في اقرب وقت مساعدتكم، ويلا نبدأ. ورقم 10 عندنا هارلي كوين تدرب اطفال انهم يصيرون جنود اشرار في سوسايد سكواد رقم 12. فيما كانت هارلي كوين مسجونة، كانت في راسها انها راح تسوي شيء حلو وتنقذ هذول الاشرار، ولكن لا، طلعت انها شيء اخيس لهم، لانها هي قادتهم للخروج من المكان، تخلي الاطفال يقتلون الحراس ويسوون اي شيء يبغونه، وفي النهاية حررتهم، ولكن ما هي بعارفة انها حررت مجانين راح يقتلون نص غوثم. رقم 9، هارلي كوين تخطف عائلة. قبل ما تدخل هارلي كوين مع جوكر وتصير هي وياه الدول المعروف، كانت طبيبة نفسية، شيء غريب لما تفكر في ايش صارت هي الحين وايش كانت تشتغل. الشيء هذا اخذ مكان في دار العجائز اللي كان فيها هارلي تبغى تنتقم من اهل هذه العرمة الكبيرة او العجوز اللي قالت ان اهلها ما يجون يزورونها وتاركينها. وهارلي كان عندها خطة انها تخطفهم وتسوي فيهم او تعذبهم او تقولهم ليش ما تجون تشوفون جدتكم، ولكن في النهاية اكتشفت ان العائلة كانت تجي لهذه العجوز كل مرة، ولكن العجوز عندها زهايمر، فخطفت عائلة كاملة على الفاضي عشان العجوز هذه ما كانت تتذكر ان اهلها يجونها. 8، هارلي كوين ترمي ابنة جوكر في الشارع. البنت هذه اسمها دولا، ولكن زي ما نعرف دولا ما هي الصدق يعني ابنة جوكر، بل هي ابنة تو فيس، ولكن عشانها كانت تشوف جوكر كشبه أب لها، كبرت وصارت زيه. مع هذا طبعا كان فيه مشاكل بينها وبين حبيبة جوكر هارلي. في سوسايد سكواد فوليوم 1 نمبر 3، الاثنين يحاولون يقضون على العداوة اللي بينهم، ولكن كان يزين لمدة بس دقائق إلى أن بدوا يتجادلون أو يتخاصمون. الجدال كان بأن دولا تقولها هي نسخة هارلي كوين الأفضل وجوكر يحبها أكثر، وهذا الشيء طبعا ما راح يخلي هارلي كوين تقعد ساكتة. بعدها بثواني بس دولا تنشات من العمارة إلى سيارات قاعدة تمشي في الشارع من غضب هارلي كوين. والآن في رقم 7، هارلي كوين شافت جوكر وعضت شفته وشالتها منه. زي ما تعرفون لاني خليتها واضح في المقطع الاخير عن هارلي وجوكر، هارلي وجوكر ما هم بالدول المثاليين، ومع ان احنا كلنا عارفين ان هارلي مهووس بجوكر، بعض الاحيان ما تقدر تتخطى العذاب اللي جوكر يسوي فيها. هارلي كانت في محاولة انها تجيب حبيب جديد اسمه ميسن، الى ان دخل جوكر عليها، ولكن عشانها كانت في اركم اسايلم بالغلط دخلت على غرفة جوكر، وعشانها دخلت عنده حاول جوكر انه يعذبها ويبوسها، ولكن على طول هارلي انجنت وعضت شفته وشالتها من وجهه، وجوكر ما كان مبسوط هذا الشيء، ولكن في نفس المحادثة هارلي تهدده بسلاح كان في جيبها. ولهذا السبب العلاقة اللي بين جوكر وهارلي ما هي بأفضل وحدة، ولكن عشان كل القساوة والعذاب اللي يصير فيها هي من المفضلات عند الجماهير كلهم. رقم 6، هارلي كوين تساهم أو تساعد في صنع ابن جوكر اللي هو جوكر بوي، اللي من أحزن ستوري لاينز عندي، خصوصا عشان فيه تيم دريك وعشان تيم دريك اللي صار جوكر بوي. في هذا التايم لاين هارلي اللي سوت بعض الشغلات اللي ما هي كويسة، زي مثلا خطف روبن الجديد ومساعدة جوكر انهم يلحسون مخه ويبرمجونه انه يكون جوكر مصغر. 3 أسابيع من التعذيب ولحس المخ وإضافة مخدرات وكل شيء في هذا الطفل، هذا يخليه شيء من أسوأ الأشياء اللي سوتها هارلي في طول حياتها أو كل التايم لاينز اللي شفناها فيها. الحلقة نفسها انمنعت في بعض الدول عشان كل الأشياء اللي كانت تصير فيها من العذاب والأشياء اللي يعني adult theme إذا تفهموني، وشي صعب للكيبت كروسيدر أو باتمان إنه يشوف جزء الثاني اللي هو روبن الصغير يروح في هذا كله ويصير جوكر. وإذا ما انتم عارفين أتوقع أن تيم دريك صار الجوكر في باتمان بيوند بعد، يعني طول حياته وما رجع لتيم دريك الطبيعي. 5، هارلي كوين تعطي أطفال ألعاب في أجهزة ولكنها تنفجر. كل مرة نلاحظ أن هارلي كوين عندها الخيار العادي أو الخيار أنها تسوي شيء حلو أو كويس والخيار أنها تسوي شيء مجنون، ونقدر نلاحظ أنها تختار الشيء المجنون، ممكن عشان جوكر أو ممكن عشانها هي نفسها. كان في خطة مبدئية أنهم يوزعون أجهزة في كل غوثم الأطفال وكبار من كل الأعمار عشان يفجرونها بعدين أو يفعلونها، وعشان هذا الاعتراض حقها
فكرنا انها راح تكون يعني طبيعية او عندها مورلز او عندها يعني تفكير طبيعي، ولكن هارلي شافت انها هي بدون السوسايد سكواد او بدون جوكر هي ما لها اي معنى في هذا الحياة، وقررت انها تكمل مع الخطة حقتها انها ما تتخلى عن جوكر، ومع دموع نازلة من عينها ضغطت الزر وقتلت اطفال كثير. فعل هل هذا الشيء يخلينا ندخل في عقل هارلي لما قد تسوي هذه الاشياء البشعة؟ رقم 4، طرد هارلي كوين من النار. ادري قاعد تقول وطف، بس ما عليك اصبر براحتك. اتوقع شيء معروف انه بعد ما هارلي تموت انها راح تروح النار من كل الاشياء اللي سوتها، على الاقل في عالمهم لا حد يقعد يجي يقول اوه ما حد يحكم. اوكي في عالمهم يعني تخيل بس انها راح تروح، ولكن هل تقدر تستوعب ان هارلي كانت مزعجة لدرجة انها يعني ما قدروا يتحملونها حتى هناك؟ في رحلتها هناك عطت المضيف حقهم وقت مزعج جدا، والشياطين اللي كانوا موجودين هناك كان مفروض انهم يعذبونها، ولكن اخذوا اهانها لحب هارلي لهم، وعشان كذا رجعوها العالم العايشين. والشي هذا تقريبا فيه شوية ايروني، يعني هي طبعا تستاهل المكان هذاك من كثر الاشياء البشعة اللي سوتها في العالم، ولكن من كثر ما هي تحب الشر المكان اللي كان مفروض تتعذب فيها كانت تحبه. رقم 3، هارلي تشيل او تفجر راس جدتها. Gods and Monsters The Mini Series. خلني اعطيكم بس باك ستوري اللي قاعد يصير الحين عشان تفهمون وش قاعد يصير. واو، في هذا العالم هارلي مجنونة، يعني اذا انتم توقعتوا اللي قبل هذا يعني هذا شيء مجنون، هذا ولا شيء مقارنة مع اللي قاعد يصير الحين. هارلي هنا قاتلة متسلسلة، جمعت جثث كثيرة، وكل واحدة من الجثث هذه اعطتها اسم انها تكون واحدة من عائلتها. يعني بلال انتوا الحين مستوعبين ان هذه البنت هذه نفسها كانت طبيبة نفسية؟ والمشكلة اني ما اقدر اسميهم جثث كاملة، تجمع اعضاء اجسام وتحطها في الثلاجة حقتها، هذا الشيء الحالة مزعج اصلا. ولكن في نفس الحلقة في نهايتها هارلي تروح لجدتها وتقطع راسها بتشينسو او هذا الشيء اذا والله ما اعرف اسمه بالعربي. واذا تبغون تعرفون الشيء اللي اغرب من هذا، باتمان هنا في هذا العالم هو مصاص دماء، والطريقة انه ياخذ او يوقف هارلي هو انه يمص الدم كله منها عشان يقتلها. رقم 2، هارلي تحط وجه جوكر في ديد شوت سوسايد سكواد نمبر 7. بعد الحلقة اللي تكلمت عنها اللي فيها كان جوكر شايل وجهه او قاطع وجهه بالكامل عشان الناس ما يعرفون من هو، هارلي كانت زعلانة، وعشانها زعلانة راحت للشرطة واخذت الوجه اللي كان عند الشرطة اللي هو حق جوكر، وراحت عند ديد شوت اللي في وقتها كان مربوط على كرسي، وحطت وجه جوكر عليه فلويد او ديد شوت. ثم بعدها طلعت او يعني جلست على ديد شوت بطريقة ما يطمن. هارلي تبدأ تتكلم مع ديد شوت على اساس انه جوكر، ولكن ديد شوت يكمل ويسوي نفسه جوكر ويقول ليش روبن والباقيين عادتهم حيين، سوي اللي انا قلت ليش تسوينه. ولكن في الوقت هذا اللي ديد شوت كان بس يحاول يضيع وقت فيها قدر انه يخرج، ولكن الشيء الغريب هو طريقة هارلي انها يعني تتذكر جوكر وانها تاخذ وجهها المقطوع وتحطه في ديد شوت. كثير من الناس اللي قروا الكوميكس قالوا ان هذه من اكثر الاشياء الغريبة والبشعة اللي شافوها من هارلي. رقم 1، قطعت حلق جوكر بعد زواجهم. Injustice Gods Among Us. بعد ما كل الناس كانوا مبسوطين او كل الحرامية كانوا مبسوطين على موت باتمان، قرروا جوكر وهارلي انهم يتزوجون، وفي زواجهم جوكر حط وجه هارلي على الكيكة، وبكل برودة هارلي بس لفت عليه وقطعت حلقه. والشيء الاغرب انها سوتها للشخص اللي كانت مهووسة جدا فيه. هذا الشيء حطيته في المركز الاول عشان الشيء بارد جدا وما كان اي حد متوقع من هارلي، لان هذا جوكر هو حياتها كامل، وعشانها قطعت حلق جوكر بكل برودة اعطت الناس اللي تتابعها احساس ولا شيء تجاهها. شكرا على مشاهدتكم لهذا المقطع. اللي يبغى يسوي اعلان الايميل حق الاعلانات موجود تحت في الرابط، ولا تنسون زر الاشتراك. ان شاء الله استمتعتوا في مقطع اليوم، ومع السلامة.